نظام سياسي برلماني برلمانه أساس الأزمة، هكذا هي تونس اليوم. صراع سياسي وإيديولوجي بين الكتل تصاعد ليتحول إلى عنف سياسي بمناسبة مناقشة الميزانية. الرئيس التونسي غير المنتمي لأي حزب رفض العنف في البرلمان وما سماه تعطيلا لسير دواليب الدولة. تعهد رغم صلاحياته الدستورية المحدودة بالتدخل. تونس تعيش أدق وأخطر المراحل التي عرفتها بعد الاستقلال، ولكن من يتوهم أو يعتقد أنه سيسقط الدولة التونسية فهو واهم. نحن نرفض العنف في الشارع، فكيف نقبل به داخل مؤسسات الدولة؟ إجماع على أن كتلتين مصدر الاشتباك الدائم. الحزب الدستوري الحر سليل نظام بن علي يعتبر معاديا للثورة وللإسلام السياسي ومدان بتعطيل أعمال المجلس بشكل متواتر. وائتلاف الكرامة أقصى اليمين متهم بالتطرف وبخطاب تكفيري وبممارسة العنف السياسي. ترى أغلب الكتل أن رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بات جانبا من المشكل بانحيازه لائتلاف الكرامة. ومع انسداد الحلول تعالت أصوات بضرورة حل البرلمان لاقتلاع جذور الصراع، وهو ما اعتبره الغنوشي عبثا وفوضى. البديل عن البرلمان شنو هو؟ معنا حكم فردي. نحن شعبنا وجملية، معنا نحن أجيال ضحت واستشهدت من أجل أن تكون تونس حرة، أن يكون فيها برلمان. تونس من عام من ثلاثينات القرن الماضي وهم يخرجون تحت رصاص الاستعمار ويطالبون ببرلمان تونسي. اليوم قالوا لنا برلمان تونسي نطالبوا بحله، هذا فذي فوضى. ومع استحالة حل البرلمان دستوريا تعددت المبادرات الداعية إلى حوار وطني كان أبرزها من اتحاد الشغل، هي ليست لتنقية الأجواء السياسية فحسب، بل لإنقاذ البلد من أزمة اقتصادية غير مسبوقة قد تعصف بتجربته الديمقراطية.